الرئيس السيسي يقدم التعازي لملك بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ويتباحث في عدد من القضايا المشتركة. خلال متابعته لمشروعات وزارة النقل، الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء سريعا من شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم. الرئيس الأمريكي يحذر بوتين من استخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية في أوكرانيا. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، متمنيا كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيد الرئيس مع الملك تشارلز الثالث. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يراها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. من جانبه تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة والتي تؤكد على خصوصية العلاقات بين البلدين الصديقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح، والذي يمتد بطول 660 كيلومتر، وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات. كما عرض السيد الوزير في ذات السياق مستجدة التعاون مع المجموعة الألمانية دويتش بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث، حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت مسمى دويتش بان مصر، فضلا عن قيام المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقرات ومراكز المجموعة بألمانيا. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، فضلا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكك الحديدية خاصة الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا، كذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها ولكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
كما تم أيضا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بما فيها ساحة البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا، حيث أكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفير جمهورية تشيلي، سعادة سفير نيبال، سعادة سفيرة جمهورية إستونيا، سعادة سفير أوكرانيا، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة سفيرة جمهورية ملاوي، سعادة سفير مملكة كمبوديا، سعادة سفيرة جمهورية قبرص، سعادة سفير الجمهورية التشيكية، سعادة سفير دولة الكويت، سعادة سفير جمهورية سلوفينيا، سعادة سفير كومنولث أستراليا، سعادة سفير مملكة إسبانيا. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بالسيد فيصل بن ثاني الثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات إحدى الشركات العالمية للفنادق والضيافة، والتي تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها في تلك المنطقة. وتطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجمعيات العمومية لصندوق مصر السيادي بحضور وزيري التخطيط والمالية وعدد من المسؤولين. نوهت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها والخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة. كما شهد اجتماع الجمعية العمومية استعرض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه. من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إلى أن الصندوق نجح في تنفيذ والتوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لعشرة مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يوجد 44 مشروع تحت دراسة باستثمارات تبلغ 140 مليار جنيه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر، أشار مدبولي إلى أنه خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، حيث يتم وضع جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية موضع الاعتبار. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
تعقد الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وقد استهل أمناء المجلس الاجتماع بلقاء تعرفي مع مقرري العموم ومقرري العموم المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. كما شهد الاجتماع الاستماع لوجهة نظر المقررين. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، يعني بعد التحية ضعنا في الصورة لديك وهذا الاجتماع السابع للحوار الوطني. نعم محمد وهبة، تحية لكما. بالفعل نحن في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث مقر انعقاد اجتماعات الحوار الوطني. بعد قليل تنتهي مناقشات هذا الاجتماع السابع الذي بدأ بعد ظهر اليوم باجتماع تعارفي ما بين أعضاء المقررين للجان والمقررين المساعدين والذين تم تشكيلهم والتوافق عليهم في الاجتماع السابق أو الاجتماع السادس للحوار الوطني والذي كان يوافق يوم 10 سبتمبر الحالي. ونحن نتحدث عن 3 محاور، محور سياسي واقتصادي ومجتمعي. كل محور من هذه المحاور تضم عدد من اللجان، فنجد أن المحور السياسي يضم 5 لجان. هذه اللجان تضم مقررين عموميين ومقررين مساعدين، وبالإضافة إلى 8 لجان في المحور الاقتصادي و6 لجان في المحور الاقتصادي. كل هذه المحاور تضم لجان، اللجان تضم أيضا مقررين عموميين ومقررين مساعدين. تم الاجتماع بهم اليوم في لقاء تعرفي، وبعد ذلك تم التوافق على وضع اللائحة الخاصة بعمل ومهام هؤلاء المقررين. كما ذكرت لك محمد، بعد قليل تنتهي فعاليات هذا الاجتماع السابع اللي نتعرف عما أسفر عنه وما انتهى عنه هذا الاجتماع، وعن مهام عمل هؤلاء المقررين سواء المقررين العموميين أو المقررين المساعدين، وكذلك لائحة عمل هذه اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور الثلاثة الذي تم التوافق عليه. بشكل إجمالي هناك حالة من التوافق والاتزان تسير بها الاجتماعات هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. بعد قليل ننتظر البيان وما ستسفر عنه هذه الاجتماعات وننقلها لكم لحظة بلحظة. إليك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 34 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضى
مضبوطات بلغت 2600 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 31 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 887,426 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,087 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,571 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 4,997 قضية مخالفة للمخابز، كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 78.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,761 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 525 طن، كما تم ضبط 144 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 731 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 195.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 918,590 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 199,649 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,882 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 191 سائقا منهم، كما تم المرور على 25 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائقي حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 90 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 994 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,231 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,196 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,077 مخالفة ملصقات وضبط 36 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,995 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,770 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 74,570,106 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 222 قضية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و100 قضية في مجال جرائم المطبوعات.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 44 قضية بقيمة مالية بلغت 115,638,122 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,525 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,748,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,547,357 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 67 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فضلا عن ضبط قرابة 55 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 712 قضية من بينها 54 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مجال قضايا المخابز. تواصل الدولة جهودها في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة العديد من المبادرات، من بينها تكافل وكرامة وحياة كريمة وبر أمان وغيرها، بهدف تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعالياتها في 19 من سبتمبر الجاري. وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام في ظروف دولية خاصة، وذلك في ضوء التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء والطاقة العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها. كما أضافت الوزارة أن جدول أعمال وزير الخارجية يشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة والفعاليات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين. الملف الروسي الأوكراني، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية. جاء ذلك ردا على سؤال في مقابلة أجرتها معه شبكة CBS بشأن احتمال لجوء بوتين إلى استخدام أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية بعد استعادة الجيش الأوكراني عددا من المدن من قبضة القوات الروسية في هجومها المضاد خلال الشهر الجاري. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه تم إصلاح أحد خطوط الطاقة الأربعة الرئيسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها روسيا،
وبدأ مرة أخرى في تغذية المحطة بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية بعد أسبوعين من تعطله. وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات الستة في زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فإن الوقود الموجود فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لتجنب انصهار كارثي محتمل، وهذا يعني أن المحطة تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه في المفاعلات. وأصبح إمداد الطاقة في زابوريجيا مصدراً للقلق بعد تعطل الخط الرئيسي الأخير ثم انفصال 3 خطوط احتياطية يمكنها توصيل المحطة بمحطة طاقة قريبة تعمل بالفحم. إلى هذا اتهمت موسكو كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوريجيا لطاقة نووية. وفي شأن آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية وقضت على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا وخمس دبابات و15 آلية عسكرية خلال هجوم بخرسون. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما فاشلا بالقرب من برافدين في خرسون. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن استضافة العاصمة البلجيكية لاجتماع مرتقب لمجموعة اتصال لمساعدة أوكرانيا في 28 من سبتمبر الجاري. أوضح المتحدث باسم البنتاغون إن الاجتماع سيعقد بتنسيق مع حلف شمال الأطلسي لمناقشة أفضل السبل أمام الصناعات الوطنية الدفاعية من أجل تزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها في المستقبل. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تسليم أول نظامين للدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين القادمين. إلى ذلك، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي يانسون ستولتنبرغ اعتقاده بأن الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات الأوكرانية مؤخرا ضد القوات الروسية تبعث على الأمل في قدرة القوات الأوكرانية على تحقيق المزيد من الانتصارات، لا سيما في ظل الدعم غير المحدود الذي يقدمه الحلف لكييف. وأشار ستولتنبرغ إلى تمكن القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي فقط من استرداد نحو 2400 ميل من الأراضي التي كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك أواخر فبراير الماضي. كما أكد أن تلك التطورات تمثل نقطة تحول جوهرية في الصراع الدائر حاليا في أوكرانيا. قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة الثالثة التي خطط لها من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة غادرت ميناء تشيرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، وعلى متنها نحو 30,000 طن من القمح. وأفادت الوزارة في بيان أنها تخطط لتصدير 290,000 طن أخرى يتم شراؤها حاليا من قبل شركاء الأمم المتحدة ضمن برنامج الأغذية العالمي، مضيفة أنه بالإضافة إلى السفينة التي غادرت 9 سفن أخرى الموانئ الأوكرانية اليوم في مسعى لحل أزمة الغذاء لا سيما في الدول الفقيرة. أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن متحفي اللوفر وفيرساي الشهيرين سيطفئان أنوارهما في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية. وكانت مدينة باريس قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستبدأ بإطفاء الأضواء التي تزين معالم المدينة قبل ساعات من المعتاد، ما جعل برج إيفل ومعالم أخرى تغرق في الظلام لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء. هذا وقد ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك جزئيا إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 817 مليون يورو في إطار سياسات التماسك الأوروبية للفترة ما بين 2021-2027 لدعم مالطا في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتحول الرقمي وتنفيذ الأهداف المناخية. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن هذه الأموال ستعالج الفوارق الإقليمية في مالطا من خلال تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتمكين التحول الرقمي للاقتصاد والاستثمار في الاندماج الاجتماعي والتدريب على المهارات والتوظيف والمساعدة في تحقيق أهداف المناخ وأمن الطاقة والتنوع البيولوجي في البلاد. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بيلوسي تؤكد من أرمينيا أن زيارتها إشارة قوية لالتزام الولايات المتحدة بدعم يريفان واستقرار منطقة القوقاز. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي أن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق قد تكون الأصعب منذ عام 2003، ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع القوى السياسية إلى وضع العراق والعراقيين نصب أعينهم وحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن العراق والعراقيين يستحقون التضحية من أجلهم، موجها الشكر والتقدير للقوات الأمنية العراقية على جهودها في ملاحقة الإرهابيين وحماية المواطنين. أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق عبد الأمير الشمري نجاح الخطة الأمنية في إحباط جميع مخططات تنظيم داعش الإرهابي في جميع المحافظات العراقية. وأوضح الشمري أن الخطة الأمنية تضمنت تأمين جميع مداخل ومخارج محافظة كربلاء، وذلك بجهود استخباراتية، معربا عن شكره لجميع القوات الأمنية على الجهد الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 20 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان. وكانت تايبي قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن طلعات صينية ومناورات فوق مضيق تايوان، مؤكدة عزمها المضي في تعزيز قدراتها الدفاعية. وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا في زيارة تستغرق 3 أيام، وذلك بعد أيام من الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان. وعقب وصولها قالت بيلوسي إن زيارتها إشارة قوية لالتزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن أرمينيا وبمنطقة القوقاز. وأكدت بيلوسي على دعم الولايات المتحدة للقوي والمستمر لأرمينيا بصفتها رئيسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصديقا قديما لريفان، من أجل تسوية دائمة النزاع في ناغورنو كاراباخ. وتعد بيلوسي هي أعلى مسؤولة أمريكية تزور أرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين كيرغيزستان وطاجكستان، ودعا الطرفان إلى ضمان تنفيذ الفعال للاتفاق وتهدئة التوتر. كانت كيرغيزستان وطاجكستان قد تبادلتا خلال الساعات الماضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في تصعيد للصراع الحدودي فيما بينهما. حذرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا ساحقا وحاسما في حالة وقوع هجوم نووي. جاء ذلك بعدما تبنت كوريا الشمالية قانونا جديدا يحدد شروط استخدام الأسلحة النووية. وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على رد قوي وحاسم في حال استمرار بيونج يانج في إجراء تجربة نووية أخرى بهدف التصدي لتطور تهديداتها العسكرية.
شارك الأميران البريطانيان ويليام وهاري بوقفة صامتة أمام نعش جدتهما الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وانضم إلى الشقيقين أبناء عمامتهما الستة في الوقفة الصامتة التي استمرت لمدة 15 دقيقة في قاعة وستمنستر بوسط لندن. وقالت شرطة لندن إن الجنازة الرسمية فرضت أكبر عملية أمنية على الإطلاق، إذ يشارك بها رؤساء دول ورؤساء ووزراء وأفراد من عائلات المالكة، حيث من المقرر أن يحضر نحو 100 رئيس ورئيس حكومة الجنازة الرسمية يوم الاثنين القادم. هذا وقد توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية. يأتي ذلك في وقت تمر فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمرحلة انتقالية بتشهد تولي ملك جديد ورئيسة وزراء جديدة. كان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي أن الدعوة الملكية لحضور الجنازة التي تقام يوم الاثنين في كنيسة وستمنستر كانت موجهة لبايدن وزوجته فقط. نظمت شركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للمرأة والهلال الأحمر، نظمت قافلة مائية تستهدف الأماكن الأكثر احتياجا بقرية أبيس السابعة. وخلال فعالية القافلة تم فحص مشاكل المواطنين الخاصة بالمياه من خلال شركة المياه، حيث تم أخذ عينات لتحليل مياه الشرب، وكذلك تم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ضمن القافلة. جهود متواصلة تبذلها الدولة عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات. تأتي على رأس تلك الجهود المبادرة الجديدة أنت الحياة التي تنطلق من محافظة الشرقية.
مرحلة ثانية ضمن خطة كاملة تنتهجها مؤسسة حياة كريمة تهدف لنهوض وتنمية الإنسان. مبادرة أنت الحياة تنطلق في محافظة الشرقية لمدة 6 أيام بورش تعليمية وتثقيفية وفنية تطال كل فئات المجتمع. احنا عندنا في مبادرة أنت الحياة حاليا بنقدم للمواطن أكثر من خدمة، خدمة طبية، خدمة تثقيفية، بنحاول ان احنا نزود الوعي ونرفع الوعي عن طريق التعاون مع الجهات الشريكه. في فعاليات للمجلس القومي للمراه لتعليم المراه الحرف اليدويه، في فعاليات ندوات لمكافحه الادمان، في ندوات من الجامعه البريطانيه لتدريب المدرسين الكائنين في القريه دي ومحيطها. الورش التثقيفيه والتعليميه ترتكز بشكل اساسي على التوعيه بالسلوكيات الاجتماعيه وارشادات صحيه وقوافل طبيه تخص تنميه الاسره بشكل عام وحمايه الاطفال والنساء بشكل خاص، بالإضافة إلى موضوعات تعزز التمكين الاقتصادي وأخرى تحث على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة. احنا بنقدم خدمات صندوق الخط الساخن اللي هو 16023 لأي حد عايز يتعالج في سرية تامة وبالمجان، غير ان احنا بنوعي الأطفال وبنوعي الشباب. كل المرحلة وليها توعية مختلفة، طبعا مش هنوعي الأطفال زي ما هنوعي الإعدادية زي ما هنوعي الثانوية أو الشباب الكبار، ودايما الرسالة بتاعتنا نتقوى من المخدرات ودايما مجتمع خالي من المواد المخدرة، لأن الشباب هم عماد المجتمع. دي حاجة جميلة فعلا، بتقدم للشباب فرصة عمل وبتساعدهم على المعيشة في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا سمعت إن في مبادرة للتوظيف فجيت إن أنا أقدم أنا ومعارفي يعني، بس أنا جيت اتفاجأت إن في حاجات كتيرة جدا كمبادرات كخدمة علاجية ومبادرات كتثقيف كعناية بالأطفال، يعني اتفاجأت بصراحة بحاجات كتيرة ما كنتش أتوقعها. تختلف الرسائل التوعوية باختلاف المحافظات طبقا لدراسة سكان المحافظة واحتياجاتهم، والتي تهدف في الأساس لتقديم التوعية بكل مستوياتها وأنواعها لمختلف الفئات من المرأة والشباب والأطفال وكبار السن. قطار بناء الإنسان وتنميته لا يتوقف، فبعد محافظة الفيوم ها هي مبادرة أنت حياة تنطلق في محافظة الشرقية تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة بفعاليات توعوية موسعة لتصنع حياة أفضل للأسرة المصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023، وأكد المركز الإعلامي استمرار نظام سنوات الدراسة كما هي دون أي تغييرات سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية. وخلال مؤتمر صحفي برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شدد جبر على أن مصر تشجع العقول المبدعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية. النهاردة يوم مهم جدا بمناسبة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية اللي هيطلقها هيعلن عنها فخامة الرئيس إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. من هذا المكان بنوجه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإطلاق هذه الاستراتيجية، لأن كانت في مطالبات في الداخل وفي الخارج أيضا أن مصر تنضم لهذه الاتفاقية. المناسبة الحقيقة مناسبة مهمة جدا، والأشياء بترتبط ببعضها، لأنها انعقد في شرم الشيخ في الفترة القادمة في نوفمبر القادم مؤتمر المناخ. إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت هيبقى مهم، لأن هيبقى في جزء للتصدي لقضايا المناخ والتكنولوجيا الخضراء وتوفير الاستثمارات والتمويل لنقل وإتاحة هذه التكنولوجيا، يعني الأحداث مرتبطة ببعضها.
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. يأتي ذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية والتأمين الصحي الشامل، حيث ناقشت جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة والمتعلقة بتحقيق سلامة المرضى والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية. كما يلقي المؤتمر الضوء على نظم الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها في ترسيخ مبادئ سلامة المريض والمبادرة الوطنية لسلامة المريض في النظام الصحي الجديد، إلى جانب الإدارة الآمنة للدواء، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار الدواء دون أضرار لرفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن العقاقير المختلفة. أريد أن ثمن هاي ثالث سنة أحضر، وأرى أن كل سنة وراء سنة هناك تطبيقات للتوصيات التي تطلع بها هذا اليوم، مثل اليوم العالمي لسلامة المريض. جمهورية مصر العربية من أوائل الدول على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم تشارك منظمة الصحة العالمية في هذا البرنامج الحيوي، حيث من الأهم أن يكون المريض معافى وسليم، وفي نفس الوقت النظام الصحي يكون متمكن لتقديم الخدمة الصحية. النهاردة المؤتمر ده مؤتمر بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض، وده من أول أولويات الاهتمام بتاعنا كهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وده اللي احنا سعينا جاهدين كلنا من أول يوم في أكتوبر 2018 ان احنا نؤكد على سلامة المريض. يعني المريض بيدخل منشأة صحية، المفروض انه بيقدم له خدمات رعاية صحية سواء إذا كانت تداخلية أو غير تداخلية، فالغرض أنه هو نحميه من أي أخطار ممكن يتعرض لها المريض وهو بيتلقى خدمات رعاية صحية داخل المنشآت الصحية بوجه عام، ليس فقط المستشفيات ولكن وحدات رعاية صحية، الأشعة، المعمل، كل الأماكن اللي بتقدم فيها خدمات رعاية صحية. وبالتالي من هذا المنطلق بنحتفل اليوم بهذا يعني اليوم العالمي لسلامة المريض، لنؤكد على الاهتمام ووضع المريض في أول أولويات اهتمام المنظومة الصحية. ما هو قادم في نشرتنا أخبار المال والأمال بصحبة فاطمة خليل تستعرضها لنا، إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023. وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل. وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مستورد، والتي تعد منطقة رئيسة في خدمة إقليم القاهرة الكبرى. وخلال الجولة افتتح الملا طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مستورد، والذي قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته. كما افتتح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول. كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية. بالتوازي مع تطوير منظومة النقل والتوزيع وتداول المنتجات البترولية، احنا في شركة التعاون للبترول مستودع مستورد، احنا الحقيقة وقفناه من حوالي 3 سنين لإعادة تطويره بالكامل، فتم تطوير كل مستودعات خزانات السولار اللي موجودة، وكمان الزيوت الأساسية اللي بيتم منها تصنيع زيوت المحركات ومنصات الشحن. تم عمل منصات شحن حديثة رقمية وتتسم بيه
كمان السهولة وتتمتع بوجود عناصر الأمن والأمان فيها، وفي الوقت نفسه بيبقى فيها معدلات تدفيع عالية بحيث أنه تدخل العربية في أقل من 30 دقيقة تكون ملت 50,000 لتر، وده يبقى أرقام سريعة وتخرج بأمان ويسر. تعد المراكز التكنولوجية إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، ففي محافظة سوهاج تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة الحصول على الخدمات. بصورة حضرية ومن شباك واحد يتحقق معه الهدف في محافظة سوهاج، إذ تشهد المراكز التكنولوجية إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات من الوحدات المحلية بسهولة ويسر، وتلقى إشادة كبيرة من المتعاملين معها. المركز التكنولوجي بيقدم خدمة متميزة من خلال منظومة إلكترونية لكل الخدمات اللي بيقدمها الديوان العام، زي السداد العام، زي طلب تقنين، زي طلب شكوى، كثير من الخدمات بنقدمها من خلال المركز التكنولوجي. طفرة كبيرة أحدثتها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، والتي اتسمت بسرعة تقديم الخدمة ودقتها وفي أجواء مناسبة وبإجراءات شفافة وواضحة، ما أحدث حالة من الرضا والقبول عند متلقي الخدمة. المركز تطور كبير بالنسبه للاداء الخدمات للجمهور المواطنين، يعني بالذات يعني الناس اللي تيجي من مراكز تابعه للمحافظه هنا، بدل ما انت كنت الاول عايز ترجع المحافظه مركزك تختم ورقه او تجيب اصل او تسحب، هنا التكنولوجيا اتطورت كتير وبقت يعني اسهل. المركز التكنولوجي ده طبعا من يوم ما اتعمل سهل حاجات كتير خالص، وقرب مسافه كتير جدا يعني، وسهل علينا حاجات كتير خالص يعني من يوم ما اتعمل بصراحه. يعني جيت هنا المركز فلاقي خدمة ممتازة، معاملة حلوة من الموظفين. 15 مركزا تكنولوجيا هو إجمالي عدد المراكز التي أنشأتها الدولة بمختلف مراكز المحافظة لضمان الوصول بالخدمة المميكنة لكل المواطنين دون تمييز، والتأكيد على تقديم الخدمة والرد على المواطنين بشكل سريع وحاسم. تأتي المراكز التكنولوجية ضمن برامج الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار لتصل إلى 1672 دولار للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 956 جنيه. بالنسبة لجرام الذهب 21 وصل سعره إلى 1115 جنيه وهو الأكثر مبيعا، بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1274 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8920 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد تسرب مرفأ البصرة العراقي الذي قيد إمدادات الخام، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 56% إلى 91 دولار و35 سنت للبرميل. زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 85 دولار و11 سنت عند التسوية. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 72% لتصل إلى 3 دولارات و15 سنت للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.73% لتسجل نحو 7 دولارات و76 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة النفط العراقية إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطية عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها أمس الجمعة بسبب تسرب نفطي. وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسرب النفطي، ويضم الميناء 4 منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ نحو 1,800,000 برميل يومياً. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. أشكرك فاطمة.
انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15 خلال الفترة من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. يشارك في المهرجان أكثر من 30 فرقة تتمثل في الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وسط إقبال كبير من الجماهير. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين ضعيني في صورة المهرجان وفعالياته. نعم هبة، بعد التحية بالفعل نتابع معكم بالتحديد من منطقة سور القاهرة الشمالي، حيث تقام فعاليات حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15. هذه الدورة التي تقام تحت شعار رسالة سلام إلى العالم وتستمر من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. يقام مهرجان هذا العام كما ذكرت بمشاركة أكثر من 30 فرقة، سواء من الفرق المصرية إلى جانب فرق الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وذلك من 22 دولة حول العالم. بتشارك كندا للمرة الأولى في المهرجان إلى جانب مشاركات من الهند والسودان والجزائر، وأيضا عدد من الدول التي سبق لها المشاركة في الدورات السابقة لمهرجان سماع الدولية. فعاليات المهرجان لا تقام فقط في سور القاهرة الشمالي، ولكن تقام أيضا في عدد من المناطق، منها قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري وأيضا المتحف القبطي، والذي سيشهد فعاليات احتفالية ملتقى الأديان تحت شعار هنا نصلي معا، وذلك في 22 من سبتمبر الجاري. بدأت فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة 9 بعدد من التكريمات لضيف شرف المهرجان هذا العام، وهي دولتي كندا والهند، إلى جانب أيضا عدد من الشخصيات من مصر وعدد من الدول المشاركة. وتستمر الفعاليات حتى هذه اللحظة وسط أجواء روحية وأيضا استمتاع من الجماهير لما يقدم في حفل الافتتاح، والذي سيستمر فعاليات المهرجان حتى 24 من سبتمبر الجاري. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جرمين إبراهيم ومراسلة التلفزيون المصري. والآن مع أخبار الرياضة. بقى من الأخبار الرياضية مع فاطمة خليل. مرة أخرى إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا يومي 23 و 27 من سبتمبر الجاري، والمقرر إقامتهما باستاد الإسكندرية. يحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة غدا الأحد، على أن يعود الفريق لاستئناف المعسكر يوم 19 من سبتمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية. من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إقامة وديتي النيجر ولا ليبيريا بحضور 5000 مشجع، حيث ستقام المباراتان على ملعب استاد الإسكندرية. خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الوحيد على ملعب أحمد وأهيدكو استعدادا لمواجهة الكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا. يلتقي الزمالك مع الفريق التشادي في 5 من المساء غدا الأحد ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل. هذا ويلتقي الآن فريق فيوتشر مع بول الأوغندي، وذلك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. يحتاج فيوتشر للفوز بأي نتيجة لضمان تأهل الدور القادم. أعلن نادي بيراميدز عن رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية بإتمام التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلي. ووقع محمود دونجا على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين قادمين. أنهى الجهاز الإداري لنادي بيراميدز إجراءات قيد محمود دونجا في صفوف القائمتين المحلية والأفريقية للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.
فاز فريق كرة اليد بالنادي الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 34-28 في أولى مواجهاته بالبطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 من سبتمبر الجاري. يتأهل بطل البطولة العربية هذه النسخة إلى بطولة السوبر جلوب بعد موافقة الاتحاد الدولي على طلب الاتحاد العربي من زيادة أجل قوة المنافسة. ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك غدا الأحد مع الكويت الكويتي في ثاني مواجهاته. إلى الدوري الإنجليزي، حيث تغلب مانشستر سيتي بسهولة على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. سجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من جاك غريليش وإيرلينغ هالاند وفيل فودن. بهذه النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز 16. في الدوري الألماني، تلقى بايرن ميونخ خسارته الأولى على يد مضيفه أوغسبورغ بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة. جاءت الخسارة الموجعة للعملاق البافاري بعد 3 تعادلات متتالية. يتجمد رصيد البايرن عند 12 نقطة في المركز الرابع، بينما قفز أوغسبورغ للمرتبة 11 بوصوله للنقطة 9. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، لم يفز بايرن في أي من آخر 4 مباريات في الدوري، وهو ما يحدث للمرة الأولى في النادي البافاري منذ عام 2002. وفي إسبانيا، وصل برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز على إلتشي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا. سجل أهداف برشلونة ليفاندوفسكي بواقع هدفين وممفيس ديباي هدف. بهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لهبة محمد لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. فنان مسرحي وسينمائي كبير استطاع أن يثبت أن الشاشة ليست حكرا على الشباب، وأن الأدوار مهما قصرت تستطيع أن تخلد في ذاكرة المشاهد. عرفته الجماهير كبير السن، إلا أن مسيرته في عالم الفن كانت طويلة حتى تناقلت لازماته السينمائية أجيال عديدة ما زالت حاضرة حتى الآن. إنه الفنان الراحل حسن البارودي الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته. والآن موعد استعراض أحوال الطقس والأخبار الجوية. مرة ثالثة فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وجولة جوية جديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 23، الإسكندرية 23، مطروح 28، 21، بورسعيد 30، 23، إسماعيلية 33، 23، وجوها حار. بالنسبة للسويس
32-24، العريش 30-22، طابة 32-23، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 38-25، أسوان 38-25، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 36-27، حلايب 34-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يقدم التعازي لملك بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ويبحثان عددا من القضايا المشتركة. خلال متابعته لمشروعات وزارة النقل، الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء سريعا من شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم. الرئيس الأمريكي يحذر بوتين من استخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية في أوكرانيا. نهاية النشرة، لكن هواء التاسعة متواصل معكم، والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا هبة؟ ازيك يا عبد؟ عوض رجع، رجوع ايه يعني؟ بمصطلحاته، بمش الحاجات اللي بيقعد يقولها في الاخر دي، لان ما بفهمش منها ولا كلمه، بس واضح انتم بتبقوا فاهمين يعني مصطلحات برضو. عوض طبعا هو المخرج معانا على الهواء. حلقه جديده اول يوم في الاسبوع ان شاء الله، اول يوم في الاسبوع باذن الله، فقرات كتيره متنوعه. وبعدين نرجع تاني بقى لميعادنا اللي هو بتاع الساعه 12 بدل واحده، يعني هتظبط معنا الاسبوع ده قوي. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا هبه، شكرا يا عبده، واستاذنكم نبدا فقراتنا.